السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم دائما نتابع مع سلسلة سيميولوجي راديولوجيك. بيان سير بدينا مع التوراكس الأشعة الصدرية. تكلمنا في الفيديو السابق حول البوزيسيون تاع الأشعة الصدرية، كيف نديروا وضعية المريض وكيف نعرفوا بون كاليتي ونو بالراديو تاعنا. سيتادير معناها ذلك أن الطبيب لما يلاحظ ولا يدير ان اوبسرفاسيون على الكليشي تاعك، على لو فيلم تاعك، ويشوف إذا لا راديو اللي درتها مليحه ولا لا. واوسي انت باش تعرف روحك اسكو راك درت ان بون كاليتي في الراديو تاعك ولا ان موفي كاليتي. وبطبيعه الحال نحاولوا نريزوما في هذه النقاط التاليه، يعني ملخص على الفيديو السابق ثم نكملوا مع الفيديو تاع اليوم ان شاء الله. قلنا الكليشي دو فاس هضرنا عليها، لا بوزيسيونمون، هذه هي لا بوزيسيونمون كما تشوف في هذه الصوره. يعني هذه علاه يدير كيما كاين لوبرا تاعو ولا غمرا تاعو ابوبي دو ديغاجمون تاع لوموبلات تاعنا، ستادير هذه هي لوموبلات، يعني لوحه الكتف تاع الظهر هذيك اللي تجي لهنا، يعني سكابيلا. كي يدير هذه بوزيسيونمون راح يدير لو ديغاجمون تاعو بيان سير افيك ان انسبيراسيون بروفوند، ستادير يعني يدير شهيق مكثف. يعني ملخص نتاع لي كريتير دو كواليتي، يعني لخصوها في زوج صور. الصوره الاولى تاع هذه، يعني هذه الاشعه الصدريه، قلنا يعني حاليا اليوم راح ندير فقط النقاط، ما راحش يعني نشرح فيهم لانه شرحناهم في الفيديو السابق، باش نكملوا مع الموضوع تاع اليوم ان شاء الله. اولا بالنسبه لكريتير دو كواليتي لازم لا فيزياليزاسيون دي زابيكس اي دي كيل دي ساك. هذو هما لي زابيكس بين هنا، هنا هذو هما كيل دي ساك، استدير راح تحكم لا كونتينيتي، يعني تحكم يعني البومون كومبليتمون. دوزيامون ليكستريميتي انترن دي كلافيكول سيميتريك بارابور على لين ديزيبينيز دورسال، باش تعرف روحك اسكو درت فاس ستريكت سيتادير لا بوزيسيونمون او بيان الوضعيه درتها يعني اماميه ستريكت. يعني لازم ديكستريميتي انتر، يعني النهايه الداخليه نتاع عظمه يعني الكلافيكيل هذه تكون مقابلها، تكون سيمتريك، يعني تكونوا متناظرين مع يعني هذا هو العمود الفقري، يكونوا متناظرين باش تعرف روحك اسكو درتي بوزيسيون دو فاس ستريكت او نو. الامر الثالث هو لا فيزياليزاسيون او موان دي سانك ارك كوستو اونتيريال، يعني باش تعرف اسكو المالا تاعك راه دير ان بون انسبيراسيون بروفوند ولا لا، يعني او دير شهيق او لا، هو ملاحظه انه لي زارك كوستو بوستيريال اونتيريال عفوا، هذو هما كما اللي نلاحظهم في الارقام، لازم يكونوا خمسة فما فوق، خمسة فما فوق، صحيح؟ باش تعرف انه المرض تاعك او المريض تاعك دير ان انسبيراسيون بروفوند، دير شهيق جيد. الصورة الثانية هذه اوزي لي كريتير دو كاليتي، صورة أخرى لازم لا فيزيالي باش تعرف اسكو المرض تاعك داير دوب ولا لا، صديق انت مثلا جبت راديو قديم او الطبيب ما يعرفش انه المرض هذا داير واقف ولا لا، كيف راح يعرف انه المرض هذا داير بوزيسيون دوب ولا لا؟ من خلال ابوش اير غاستريك، يعني هذه نعرفوا بلي هذه هي الاستوما، هذه هي الفو. من ناحية الاستوما نعرفوا بلي كاينه الفانديس بيلوريك، ما يهمناش تقريبا التقسيمات تاع الاستوما، اللي يهمنا انه في النهايه العلويه تاعها ونيفو دو كارديا، وين قريب الكارديا بينها وبين لوزوفاج، هنا كاين امبوش داير كاستريك، كاين هواء الفوق، صحيح؟ هذا الهواء يوضح لك انه المعرض تاعك راه داير بوزيسيون دوبو. الامر اخر ايضا من ناحيه الكريتير دو كواليتي باش تعرف روحك اسكو راك درت اشعه صدريه جيده، اسكو الفيلم اللي راه في يدك مليح ولا لا، هو ديكاجمون تاع لوموبلات. وضحنا في البوزيسيون اللي رانا شفناها في الصوره السابقه، يعني لما يدير لي برا بهذيك الطريقه راح لوموبلات تاعك تخرج من لوبارونشيم نتاعك، كيما راهي واضحه لنا في هذه الصوره. هذه هي لوموبلات، لوموبلات غوش اي لوموبلات دروات، هاهم من ديغاجمون عن بعد على البارونشيم بيلمونير. هنا باش يعني الطبيب يدير دياغنوستيك مليح، لانه اذا كانوا داخل راح اول حاجه لا سيبر بوزيسيون، ثاني حاجه راح يخلطك، خاصه المرض اللي بيكون عنده بنيوموتوراكس، يعني لالين تاع لوموبلات راح تخرج مع لالين تاع البومو باش تقول لك اسكو سيستم بنيوموتوراكس ولا لا. يعني بصفه عامه راح يدير لك موفي دياغنوستيك اذا كانوا لوموبلات الداخل. كاين بعض يعني الكريتير اخرين نديروهم لي كريتير دو ريسيت تاعنا، ولكن هادو يعني من خلال التطور اللي رانا فيه الان سي ار دو دي ار، يعني كمبيوتر راي وديجيتال راي من ناحيه الراديولوجي نيميريك، ماناش رانا نتغاضوا عليهم، اللي هما لازم فيزياليزاسيون تاع التراشي تاعنا، هاي التراشي وهاو من لي بروش تاعها، اوسي لا فيزياليزاسيون تاع البارا اورتيك والبارا اوزوفاجيان، اوسي لا فيزياليزاسيون تاع الترام بيلمونير، يعني هادو في بيريفيريك.
قاعدوا لان ذكرناهم راح يخبروك اسكو راح درت النورسيس مون تاعك مليح ولا لا، سيتادير تباين في الصوره تاع الاشعه الصدريه راح مليح ولا لا. ولكن قلنا من ناحيه يعني النيميريك هكا واللوجيسيال تاعنا تقدر تموديفي يعني هادو اللي رانا ذكرناهم من هنا تراشيل بارا اوتوفاجين بارا اورتيك الفيزياسيو تاع لوتران هادو كيما نقدروا نقولوا اسكو راك درت العوامل نتاعك مليح لي بارامتر كيلو فولت ولا ميل امبير درتهم مليح ولا لا. هادو هما اللي خبروك قلنا اذا كانت عندك يعني لاباري قديمه يعني جهاز قديم. اما قلنا حاليا لانيميريزير ومن ناحيه السي ار والدي ار والتيسيرا راح نقدروا حتى واذا ما درتش عوامل ملاح راح تقدر تموديفي من خلال اللوجيسيال نتاعك داكو. هذو هما لي كريتير دو كواليتي اللي تكلمنا عليهم في الفيديو السابق، اللي حوس يزيد يتعمق فيهم رانا درنا فيديو كبير كاع عقلنا فيه 24 دقيقه اللي تحدث على هذه الصورتين بشكل مفصل. اليوم ان شاء الله نحاولوا يعني ايضا فيديو صغير نحاولوا نكلموا نكملوا من ناحيه واش نقدروا نشوفوا في التيليتوكس، واش نقدروا نلاحظوا في الاشعه الصدريه تاعنا. بطبيعه الحال يعني راح نقسمهم لي بارتي مول ديافراغم كور بومو من ناحيه السكولات اتيسيرا. راح نبداو من السهل ونجيو جاهين صحيح. بما انه تكلمنا على لي كريتير دو كواليتي وخاصه من ناحيه لوس فراح نكلمو اليوم من ناحيه السكولات سي تعديل واش نقدر شاهي العظام اللي نقدر نلاحظوهم في الاشعه الصدريه تاعنا داكو. شاهي العظام اللي نقدر نشوفوهم من ناحيه الصدريه الاشعه الصدريه انت اولا راح نقدر نشوفو لي كلافيكين هما الكلافيكين دروات اي غوش. كلافيكيل هذه عندها تروا بارتي تاعها، عندها اكستريميتي انتر هنا النهايه الداخليه اللي تكون ارتيكيلي مع لو سيرنون مع الرم تاع السيرنون هنا. قلنا رانا وضحنا في الكريتي دو كاليتي لازم يكونوا سيمتريك. الامر الثاني عندها اكستريميتي اكسترن، هذه الاكستريميتي اكسترن النهايه تاع الطرف العلوي تاعها الخارجي تاعها راح يكون عنده ان ارتيكيلاسيون مع لاكروميوم تاع لومبلات ولو كور تاعها. تقول لي انت الكلافيكيل واش ندير بها في تيليتراكس؟ نو تحتاجها باسكو يعني كما نعرفوا اللي من ناحيه اللي راديو تاع ميديكو ليغال من ناحيه قانونيه لما يكون عندك مثلا حادث عمومي او هناك مشاجره الى غير ذلك من بين الوضع الصور اللي تديرهم انت هو الاشياء على مستوى الراس ديكران، ثانيا التوراكس يعني الصدر، والاخير دي باسا البلفيس. لا تقول لي احيانا كاع قادر كاع ما عنديش مشكل من ناحيه لي بومون، عندي مشكل من ناحيه لوس. على سبيل المثال من ناحيه الكلافيكيل شنو نقدروا نماركو؟ نقدروا نماركو لي كاركتير كسر على مستوى الكلافيكيل، وبطبيعه الحال الكسر راح يكون يعني بزاف في الميديان في الوسط تاعها. اذا كان في ليزيكستريميتي هنا راه يكون صعيب بزاف من ناحيه التريتمون، هذه يعرفوها من ناحيه الاطباء. من ناحيه الميديان شويه اوسي لهنا كاين عندنا ان ارتير سو كلافيكيلير، هذو اللي نخافوا عليهم لما يكون انفراكتير. الامر الثاني من ناحيه لاليكساسيون يعني كيما لهنا هذه الارتيكلاسيون اكرومي كلافيكيلير نلاحظوا لاليكساسيون يعني كور، هذه من ناحيه الكلافيكيل. العظم الثاني اللي نقدر نشوفوه هي لي تيت اميرا، نعرفوا بلي هذا هو البرا، هذه هي ليميريس لا تيت تاع ليميريس دروات الى تيت دو ليميريس غوش. من ناحيه العظام وضعت سلسله يسموها ستارت وتحدثت على لي مومبر سيبيريور يعني الطرف العلوي بشكل معمق اللي حوس يعني لاحظ واش كاين من ناحيه اوستيولوجي راني داير سلسله في هذا المجال. انا اللي هبنا الحال من ناحيه لي توراكس. تقول لي واش ندير انا بلاتيت اميرال من ناحيه التوراكس؟ تقدر تلاحظ لي ليكساسيون ديكساسيون كيما كاين تاع ليكساسيون تاع ليميريس، كاين ليكساسيون اونتيريور اي ليكساسيون بوسيريور. يجيب لك راديو تلقى ليكساسيون اونتيريور ولا ليكساسيون بوسيريور، كيف راح تفرق ما بين ليكساسيون اونتيريور اي ليكساسيون بوسيريور؟ اللي نعطيكم لنا ان اسيس بالنسبه لليكساسيون بوسيريور راح تشوف لا تيت اميرال كوم ان لامب كيما اللامبا تاعنا تاع الدار راح تشوف الشكل تاعها كيما هذه، هذه هي ليكساسيون بوسيريور بطبيعه الحال من دون انك تلاحظ المعطيات. احنا رانا نتجاوزو لي زيكزامان كلينيك اللي يديرهم الميديسان، يعني مثلا يجيب لك واحد راديو مباشرة بلا ما تشوف المعرض من خلال الراديو تعرف اسكو سيتي ليكساسيون بوستيريور اوسي لي فراكتير برينسيبالمون في لي فراكتير دي كور. احنا ما يهمناش، احنا مهمنا من ناحية لي سكيلات واش نقدر نشوفو في التوراكس، راح نقدر نشوفو دي كلافيكيل، راح نقدر نشوفو لا تيت دو ليميريس، اي راح نشوفو لي زوموبلات او بيان بالاسم سكابيلا. اسم سكابيلا هذا هما لي زوموبلات، وقلنا ان بون ديكاج مو تاع الزوموبلات على حساب البوزيسيون اللي رانا تكلمنا عليها في الاونه السابقه. يعني خلاص القول راح تشوف لي بون، راح تشوف لي بون، راح تشوف الكلافيكيل ايميريس اي لو سكابيلا.
ايضا واش نقدر نشوفه من ناحيه العظام؟ نحن نقدر نشوفه لي كوت، لي كوت في ليزارك بوستيرير، ليزارك مويان، اي ليزارك اونتيرير. حذاري حذاري اخواني الكرام، خاصه في فني الاشعه، لحد الان كاين الناس ما يقدروش يفرقوا ما بين لي كوت يعني بوستيرير اونتيرير واتيسير. يعني هذه اللي تشوف هذه ستين ار بوستيرير ماهيش اونتيرير، بوستيرير على ان ارتيكولاسيون مع لي فيرتيبر دورسال، هذه ستين ارك موان وين يدور لي كوت. عفوا عن هذه الالفاظ، انا فقط اريد ان اوصل الفكره، يعني هذه الالفاظ تاع الدارجه ما عندها دخلها في الناحيه العلميه، ولكن نحوس نلحق الفكره. اي كي لي زارك اونتيري، لي زارك اونتيري هما اللي يدورون جهه اخرى. يعني قلت لكم باللي لما المرض يدير انسبيراسيون بروفوند يدير شهيق جيد، لازم لي زارك اونتيري يكون او موان سات، ماشي لي زارك بوسيري. يعني لي زارك بوسيري هما باينين كاع تقريبا، حنا اللي يهمنا لي زارك اونتيري يكون او موان سات. لي زارك بوستيري اونتيري تحاول تشوفهم، دير ان غري كوستال، ما ديرش تيري توراكس. تيري توراكس يبين لك لي زارك بوستيري، غري كوستال يبين لك اكثر لوتر. داكور داكور صح. و عندنا لو سيرنوم، لو سيرنوم يعني الاوس وين تسرالو ان ارتيكولاسيون مع لي كوت، وين تسرالو ان ارتيكولاسيون مع لي كلافيكين. عنده لو سيرنوم كما نعرفوا حنايا في تروا بارتي، فيه لو مانيبريون، فيه لو كور، اي فيه لابنديس سيفون. بيان سير موشي بان في تيري توراكس عليها لا سيبر بوزيسيون تاع موضوع، يعني المقابل تاعو سي لي فيرتيبر دورسال عليه ما يبانش، كاين لي بوزيسيون برانسيبال تاعو. اما دير بروفيل باش تشوف لي سيرنوم، اما دير واحد بوزيسيون سبيسيال اذا كان نلاحظها في واحد لي ماتش. داكور، عنده اون بوزيسيون سبيسيال انتيرن لو سيرنوم. صاي حنا واش لازم نعرفو في لي سكيلات؟ تعرف بلي تشوف كلافيكين، تعرف بلي تشوف لا تيت تاع ليميريس، تعرف بلي تشوف لوم بلات ولا سكابيلا، تعرف اوسي بلي تشوف لي كوت مع الديفيزيون تاعهم بوستيريور مويان اونتيريور، اي لو سيرنوم ما يبانش عنده اون بوزيسيون سبيسيفيك. داكور، عنده بوزيسيون سبيسيفيك. اوسي واش نقدر نشوفو؟ نشوفو لي فيرتيبر دورسال، هادي باينة، هادي باينة، هادو هما لي فيرتيبر دورسال. تشوف من سي سات، يعني اخر فقرة رقة تاع الرقبة، سي سات، سيرفيكال سات، واول فقرة تاع الظهر ال ان، لومبير ان، وتشوف لي دوز فيرتيبر دورسال انتوراك. داكور، هنا لا كاع لازم نعرفو سكولات، باسكو احيانا لما نضمو لانتيري توراكس، ماشي شرط راني نحوس نشوف لي بومو، ماشي شرط راني نحوس نشوف لي الرئة، قادر نحوس نشوف بارتي سكوليتيك، شوف لي كلافيكيل كاين فرا. خاصة قلت لك كاين لي زيكزامان ميديكو ليغال، يعني واحد جاك حادث مباشرة الطبيب يدوموندي هادو الثلاث وضعيات على الرأس وعلى السطر وعلى الباصة تاعك ولا البيفيس تاعك. لأنه أحيانا لما يكون ستريس، وكما يعرفوا الأطباء ستريس شرح يدير، يعني يعني يزيد في الجلوسيمي لا تونسيون ارتيريال، يزيد في لا سيكريسيون تاع لي زورمون كيما الكورتيزون اتسيرا اتسيرا اتسيرا، راح يتبرتيب المرض. لذلك أحيانا 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 ما يحسش كاع أنه عنده انفراكتير، ما يحسش كاع. سي بور سولا لازم دير التوراكس تاعك وتشوف لي سكولات اللي بيان لا بارتي سكولاتيك اللي راح تشوفها في الاشعه الصدريه. على مشيت دي زانومالي، سواء هذو انومالي تروماتيك لما يكون عندك تروماتيزم، ولا اون انومالي دي زوتر انومالي كوم لا كوندوساسيون انورمال. يعني هناك عده باثولوجي او نيفو اوسيولوجيك تحدثنا عليهم، عفوا تحدثنا عليهم في فيديوهات سابقه. داكور، يعني وهذه هي الوضعيه تاع بغيت ندير لكم برك باش الناس كاين عربي ما يعرفوش. يعني مثلا واحد عنده مشكل من ناحيه السيرنوم في اللي يجي في القفص الصدري، العظمه اللي يجي في القفص الصدري، كاين هذه الانسيدونس. يعني اما مباشره الغالبيه يدوموا يروح يدير لك انسيدونس بروفيل، يعني يحكم التراس تاعو بروفيل لاتيرال ويصور لو سيرنوم لاتيرال. اذا تتحوس تصور لو سيرنوم بوزيسيون فاس، يعني باش تشوفو فاس ديريكتومون، دير هذه الوضعيه يكون او ا دي ولا او ا جي، يعني اوبليك اونتيريور دروات ولا غوش، ودير لو شون تاعك يكون قريب ماشي في لانين ديريكت، لانين ميديان في لو نيفو دورسال، يعني تبعد عليه شويه و سيغتان بارامتر سيلو الراديولوجي تاعك كي دايره. ودير راك راح تشوف لو مانيبريوم وتشوف اوسي لو كور اي لابنديس سيفويد مليح. يعني شوفوا هذه ليزانسيدونس، يعني اذا شاف مرض عنده مشكل في السيرنو ما تروحش دير بروفيل، دير ثاني اوسي الفاس تاعك، وهذا هو الفاس تاعك. داكور، هو موضوعنا اليوم، حاولنا فقط ندير ملخص، وحاولنا ايضا نتحدث سكولات. انتظروا لنا في فيديوهات قادمة إن شاء الله، ونعتذر عن التأخر لضيق الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.